الشهيد البطل الفريق اول عبد المنعم رياض. ايوه نعم القدوه والمثل. انا النقيب احمد نجيب من سلاح المشاة. بدات حكايتي من الصعيد. كان عندي حلم ان ادخل الكليه الحربيه، وده كانت سنه 2011 في فتره صعبه من عمر الوطن، والحمد لله ربنا حقق لي حلمي ودخلت الكليه الحربيه. وكنت كل يوم وانا في الكليه الحربيه بشوف تمثال الشهيد البطل الفريق اول عبد المنعم رياض، وحلمت اكون زيه شهيد. وكبرت وكبر حلمي جوايا وتخرجت من الكليه الحربيه، والحمد لله ربنا اكرمني وخدمت بشمال سينا مع الابطال هناك اللي اتعلمت منهم معنى التضحيه والفداء، واشتركت في مداهمات كتير كل مداهمه فيهم كانت بتزيدني قوه وصلابه، وكل ما يرتقي مننا شهيد للسماء كان بتزيدني عزيمه واصرار اننا نجيب حق الشهيد. وفي يوم واثناء التحرك لمداهمه احد البؤر الارهابيه شديده الخطوره، اشتبكنا مع مجموعه من الارهابيين وقضينا عليهم كلهم. ولان الارهابي جبان وخسيس وما بيقدرش على المواجهه، واثناء العوده انفجر في مدرعتي عبوه ناسفه. استشهد في اللحظه دي الجندي البطل وليد السيد عبد السميع، وانا اصبت ببتر فوق الركبه اليمين وقطع بالاربطه وكسر بالرجل الثانيه. لكن ده ما وقفنيش، ده خلاني عندي اصرار على تحقيق حلمي، لان حته مني سبقتني للجنه. واقتحمت مجال الرياضه وتعلمت رياضه الكاياك والكانوي، ودخلت منتخب مصر وحققت المركز الرابع على العالم. وان شاء الله بدعوه امي ودعمها ليا ودعم كل المصريين هجيب المركز الاول. وان ما شاءش القدر ليا ان اتلف في علم مصر شهيد، لكن ان شاء الله هرفع علم مصر في جميع المحافل الدوليه. واحب اطمن سيادتك يا فندم واطمن كل المصريين، ورسالتي من هنا لاهل الشر، مش هتقدروا علينا، لاننا ما بنمشيش على رجلنا بس، لا احنا بنمشي على عقيدتنا وعزيمتنا واصرارنا وحبنا لوطننا. ويوم ما ارتقي مننا شهيد للسماء بيتولد الف شهيد. اي اوامر يا فندم؟ تمام يا فندم. مقدم اركان حرب حسين مجدي من قوات الصاعقه. اسمحوا لي اكلمكم النهارده عن تجربه مقاتل اصيب اثناء القتال وكان قريب قوي من انه ينال مكانه عظيمه، مكانه الشهيد. في يوم تم تكليفي بقياده مجموعه من زمايلي الابطال للهجوم على احدى البؤر الارهابيه شديده الخطوره والقضاء على جميع العناصر التكفيريه الموجوده في هذه البؤره. وبعد تخطيط جيد جدا وعزيمه رجاله ابطال اننا ما نسيبش شبر واحد على ارض سينا غير لما نطهره من العناصر التكفيريه، وبفضل ربنا ومستوى تدريب راقي قدرنا نفاجئ العناصر التكفيريه في اماكنهم ونقضي على عدد كبير منهم. في الوقت ده كان بيدور قتال شرس جدا باستخدام جميع انواع الاسلحه. كل طلقه بتعدي فوق رؤوسنا انا وزمايلي كانت بتقوينا وبتخلينا اكتر صلابه واصرار على تحقيق النصر وتنفيذ المهمه بنجاح. واثناء القتال وانا بامن احد زمايلي واللي كان عليه تعامل شديد اصبت بطلقه في الصدر، وقعت على الارض، حسيت بنزيف شديد. كانت طلقه من عيار كبير ولكني لم استسلم، مسكت سلاحي ووقفت على رجلي، غيرت خزنتي واستمريت في القتال مع زمايلي. كان كل تفكيري في هذه اللحظة إني أقابل ربي مقبل غير مدبر، وإن المهمة تتنفذ بنجاح. وبفضل ربنا واحترافية زمايلي اللي قدروا يقدموا لي الإسعافات الأولية ويوقفوا النزيف أثناء القتال، أنا موجود معاكم النهاردة. الإصابة دي يا فندم هي أغلى وسام للمقاتل ممكن الحصول عليه بعد الشهادة. وزي ما قررت عدم الاستسلام للإصابة في ميدان القتال، أنا قررت الاستمرار بالخدمة في قوات الصاعقة وطلبت العودة للخدمة في سيناء مرة تانية. وده مش غريب على أي مقاتل في قوات الصاعقة أو في الجيش المصري، لأن في عقيدة ثابتة جوانا بتحركنا وبتتحكم في أفعالنا.
إن في أوقات الحروب والفتن بيكون في فئة خاصة من المحاربين على استعداد دايماً لتلبية نداء الوطن. رجالة من طراز فريد عندهم رغبة غير عادية في تحقيق النجاح والنصر. رجالة بتخدم وطنها بشرف داخل وخارج ميدان المعركة. رجالة بتضع رفاهية وأمن شعوبهم قبل أرواحهم. هناك رجال شجعان حاربوا واستشهدوا وهم يصنعون التاريخ والفخر والمجد، وتركوا لنا هذا الإرث العظيم، وبإذن الله لن نخذلهم أبداً. وأنا من هنا يا فندم بطمن سيادتك وطمن كل المصريين إننا هنفضل على العهد دايماً ومكملين. بطل بيسلم بطل. وأي أوامر يا فندم؟